حضرتك احمد مقدم في مهرجان الافلام القصيره. حضرتك تسلم الفيلم النهارده مش قدامك لغايه الساعه 4 ولا انت فاشل، انت عمرك ما هتبقى حاجه. اسمع، انت عمرك ما هتبقى حاجه حتى لو عملت ايه. انت عمرك ما هتكون فنان. انت فايق؟ انت كويس؟ مالك يا ابني في ايه؟ هات اللاب ويلا عشان ما فيش وقت. ما ينفعش كده بس شويه ورا كده عشان النفس. مش خد على فكره يا جماعه، هو كويس جدا ما فيهوش اي حاجه الحمد لله. شويه ارهاق بس كده، محتاج ياكل كويس يرتاح في البيت، كله هيبقى زي الفل ان شاء الله. ان شاء الله غدا كويس، راحه 3 ايام، اهم حاجه الراحه، 3 ايام راحه اقل حاجه. تمام. وهكتب لك على دواء كويس جدا على فكرة. صحابك قالوا لي على المجهود الجميل اللي انتوا عاملينه. ان شاء الله فيلمك ينجح وحلمك يتحقق يا فنان. فنان ايه بقى؟ خلاص ولا خلاص ولا حاجة، انا هفرحك دلوقتي. طيب استأذنكم انا بقى. اتفضل يا دكتور. شكرا ليك. استاذ احمد. ايوه. حضرتك انا ايه الحسيني من ادارة المهرجان للافلام القصيرة، جاي ابلغك بعد ما عرفنا باللي حصل لك من باسم ان الفيلم بتاعك اتقبل، وعلى فكرة هو من الأفلام المرشحة للجائزة في المهرجان، ومستنيينك تقوم بالسلامة عشان تقدم الفيلم بتاعك في المهرجان. ازاي؟ أنا كل اللي فاكره إن في حد كلمني المهرجان وقال لي لو ما سلمتش. حضرتك تسليم الفيلم النهاردة مش بكرة، قدامك لغاية الساعة 4 تسلم السي دي. الفيلم الساعة 4 هيعتبروني منسحب من المهرجان. إحنا آسفين يا فندم، دي قرارات مجلس الإدارة وكان لازم أبلغها لحضرتك. هفهمك، لما وقعت من هنا في الشارع كانش ينفع. مش ينفع كل اللي عملناه ده. لازم حد فينا يودي السلاح لمنا كلنا ولازم يتحل. خد انت على المستشفى، روح معاك المستشفى وانا هسلم السرير. وانا اروح اسلم السرير. وهو ده اللي حصل. الله الله الله، ايه الحيوان ده؟ يا ابني حرام عليك يا ابني، البضاعة دي بفلوس.
اللي بنصرف بيها عليك يا بيه عشان ما تشحطش الشر عند الناس. ايه المصيبه دي؟ هاي انت مش شايف ان انا تعبان من الصبح؟ وبعدين يعني انت قاعد ما بتعملش حاجه؟ نعم يعني ايه ما بعملش حاجه؟ انت هتعرفني شغلي كمان؟ بقول لك ايه، لو مش عاجبك النظام هنا شوف لك حته تانية تشتغل فيها وبشوف بقى مين هيصرف عليك. انت بتذلني يعني؟ بذلك؟ دي اقل حاجه اعملها معاك. فكرني بابوك، طول عمره كان عايش ورا الوهم والكلام الفارغ ده، تمثيل ومش تمثيل. انت لو كنت بتاخد بالك من المحل ومن الشغل ومن اكل عيشك عمر ما كنت اتكلمت معاك. لكن انت بقى ماشي في احلام وتمثيل ومش عارف ايه. الاحلام دي يا حبيبي بتخلص كده ايه اول ما بتصحى الصبح. ده الحلم خلص، الحلم غير الحقيقه يا بابا. طب بص بقى، من النهارده مالكش دعوه بيا تاني خالص، وبكره اصلا انت اللي هتتمنى تتصور معايا. استنى، وبكره ليه؟ احنا فيها. انت معاك موبايل؟ نصور مع بعض دلوقتي. خش معايا. اتصور انا لوحدي. يعني انت مش عايز تبص لي؟ ماشي انت عندك حق. بس انا كنت فاكر ان انا بعمل كده علشان مصلحتك، وكنت فاكر ان الفلوس كل حاجه، وبرضه ما كنتش تهون عليا وكنت بتابعك من بعيد لبعيد اطمن عليك واعرف اخبارك. بس لما خالد كلمني جيت جري، لانك برضه مهما كان ابني، مهما قسيت عليك انت ابني، انا كل اللي طالبه منك انك تسامحني وربنا يوفقك في اللي جاي ويحقق لك كل احلامك. بس صدقني انت زي ابني بالظبط. سامحتك يا عم. طب ايه بقى يا جماعه، كفايه انا احزن ونوصل للحظه الجميله دي بصوره سيلفي؟ يلا. طب ما تقوم بقى يا عم، انت هتفضل نايم كده. ما تخليش حد يقول لك انك ما تقدرش تحقق حلمك. الاستمراريه في الوصول لمرادك هي النجاح الحقيقي مهما كانت صعوبة الطريق. حلم اتحقق.